أهلا بكم محبي ومتتبعي المنتخب الجزائري. إذن فيما يخص التربص القادم ومباراتي الجزائر والنيجر ذهبا وإيابا في أكتوبر المقبل، أخبار شديدة وتفاصيل مهمة حول قائمة الماضي، حيث سجلت هذه القائمة ربما عدة غيابات في وقت لم يتعافى المصابون، وهم كالتالي: جمال بن العمري الذي أصيب اليوم في الدوري القطري، بن سبعيني الذي ما زال مصابا، إسلام سليماني الذي أصيب في الدوري الفرنسي، هشام مداوي كذلك، وكذلك إصابة زروقي اليوم. في ثاني خبر، سيجري المنتخب الجزائري كرة قدم أقل من 18 سنة مباراة ودية، وذلك أمام المنتخب الفرنسي في مركز كليرمان فوت في فرنسا، وذلك يومي 9 و12 أكتوبر المقبلين، في انتظار ربما ترسيم مقابلة بين المنتخبين الأولين. فلننتظر أيام قادمة لنعرف القائمة الرسمية لبالماضي، وهل يلتحق المصابون بهذه الرقم؟